انا راجل قاعد بقعد عند الاوقاف بتمشى على باب الله، لقيت 100,000 جنيه وانا معدل تمام، وانا معدل لقيت كيس ما تمتش بيه، رجع تمت بيه، خدت الكيس وجيت قعدت تاني. دي بعد ساعه جاء الراجل قال لي ده انا وقعت مني 1000 جنيه اغمى علينا، قلت له خد امانتك يا عم، ورحت لما قالوا ايه فك حيلك خد امانتك، قلت له على ودك 100 جنيه الراجل ما فرحتك، وبعت له بعت لي كذا جواب بشكر الراجل يعني. لما شافك عمل ايه؟ لما شاف فرح بصراحه، فرح يعني قوي، ودي امانه يعني، وانا اديتها لاصحابها وفرحت بصراحه.